ما زالت عائلة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المختطف في سوريا تعتقد أنه ما زال على قيد الحياة، لذلك أطلقت حملة جديدة للمطالبة بالإفراج عنه. لم تبذر الحكومة أو أي وكالة حكومية جهودا كافية لإطلاق سراح الرهائن، وعلينا تغيير ذلك. مبدئيا لا يعرف مكان تايس أو الجهة الخاطفة. هو بث عدة تقارير صحفية له داخل سوريا، آخرها كان هذا التقرير من بلدة التل شمال دمشق. وآخر مكان شهد فيه كان ضحية درية بريف دمشق في 14 من أغسطس العام 2012. ظهر لاحقا مع مجموعة مسلحة لم تعرف هويتها وتعذر استخراج أي معلومات من هذا الشريط. منذ ذلك الوقت لم يعرف مصيره ولم تحاول أي جهة التفاوض على إطلاق سراحه. تقول الاستخبارات الأمريكية أنه ليس موجودا لدى تنظيم داعش المتطرف، وترجح أنه في سجون النظام السوري منذ ذلك الوقت. في نفس وقت اختفاء تايس، اختفى الصحفي الأردني العامل في قناة الحرة بشار فهمي قدومي من مدينة حلب برفقة المصور التركي جنيد أونال. لاحقا ظهر المصور التركي على التلفزيون السوري الرسمي يدلي باعترافات وتبدو عليه آثار الضرب والتعذيب. أطلق سراحه لاحقا بينما لم تدلي دمشق بأي معلومة عن بشار فهمي، وأنكرت وجوده في سجونها، لكن عائلته تعتقد عكس ذلك. مريش حاضر، العربية.